من لا يعمل لا يتمكن من أن يرقى بفكره إلى المدارج العالية. لكل مقصد يريده الإنسان زوايا إيجابية وزوايا سلبية، ومن دأب العاملين أن ينظروا إلى الأمور من زواياها الإيجابية، كما أن من شأن السلبيين أن ينظروا إليها من زواياها السلبية. من يريد تجديد الحياة لابد وأن يلاقي في كل خطوة مشكلات، فاللازم عليه التصميم والعزم، وأن يستمرئ ما يلاقيه، وأن يصبر حتى تحل المشكلة، وأن يدفعها بالتي هي أحسن.